يسعدني أن أحضر معكم اليوم لافتتاح فعالية الطبعة 22 للصالون الدولي للزراعة وتربية المواشي والصناعة الغذائية سبسا، الذي أصبح موعداً مهنياً هاماً يترقبه المهنيون كل عام، لكونه فضاء يجمع مهنيين في مجالات مختلفة ذات صلة مباشرة وغير مباشرة بقطاع الفلاحة بصفة خاصة وبالأمن الغذائي بصفة عامة. إننا نعول في موريتانيا على الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كافة المشاركين في هذه التظاهرة في مجال الزراعة بشكل عام، وخاصة الزراعات الصحراوية سواء في مجال زراعة الحبوب والخضروات والأعلاف، هذا فضلاً عن تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجال الزراعة الحديثة والزراعة الذكية وكذا المجالات المتعلقة بالبحث والتكوين.